بعد ما شفنا مع حضراتكم الأخبار اللي حصلت امبارح، تعالوا نتابع الأخبار اللي هتحصل النهاردة بمشيئة الله تعالى، ويمكن أبرزها انتهاء المدة المحددة للتقديم لمسابقة 30,000 معلم، وكمان بدء بيع كراسات شروط وحدات الإسكان بمشروع عصفور الجنة. ده غير أن النهاردة في 3 ماتشات مهمة في الدوري المصري، هنتابعها من خلال التقرير التالي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتنتهي المدة المحددة للتقديم لمسابقة 30,000 معلم اللي بدأت من يوم 2 يوليو على موقع بوابة الوظائف الحكومية. كمان النهاردة هتنطلق امتحانات الدور الثاني للنقل بالمراحل الثلاث بالمدارس الأزهرية، وبخصوص أولى ثانوي أزهري هتكون الامتحانات للقسم العلمي في مادتي البلاغة والهندسة، وللقسم الأدبي في البلاغة والمنطق. النهاردة هيبدأ الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بيع كراسات شروط الحجز في مشروع عصفور الجنة بمدينة 6 أكتوبر، ويتيح المشروع مساحات شقق سكنية تتراوح ما بين 76 متر و 137 متر. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة 26 من عمر المسابقة. هيلتقي الأهلي مع الجونة الساعة 6:30، وفي نفس التوقيت يلتقي بيراميدز مع الإسماعيلي، والساعة 9 بالليل هيلتقي الزمالك مع سموحة.